هالة حافظ داخله الاستوديو مقطعه البطاقه، دي اول حاجه اللي اتقالت لينا. انا هتكلم بمنتهى الصراحه لان انا هقول الاخر 3 4 اشهر في السنه اللي باقيين ايه اللي هيحصل فيها، مين البرج اللي هيسيب مين، ومين اللي هيتجوز مين، وهنعمل حلقه صراحه متناهيه، فاحنا مش هنعطلها عشان تتكلم على اكبر باكبر كم ممكن من معلومات. زكي هاله نورتينا واهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي. منورة يا هالة، ودايما كل الناس بيستنوا يوم الاربعاء خلاص دلوقتي. هو احنا بقينا اربعاء مش عشان خميس اجازه. سوري كتاب مش واثقه طبعا النهارده هيبقوا مبسوطين مني ولا لا، لان موضوع الحلقه لا بنحبك برضه. مبسوطين منك وبنحبك اصلا. في علاقات سامه ومؤذيه، في 7 ابراج هيتخلصوا من علاقاتهم في الاربع شهور اللي جايين في السنه. قولي لنا بقى العلاقات السامه في حياتهم بالظبط كده. يعني انا عايزه اقول ان خلاص اللي باقي من السنه 2022 اربع شهور، ففي ناس كان بقى لهم فتره، مش علاقات جديده، بقى لهم فتره في حياتهم علاقه بتاخد بتستهلك من اعصابهم وبيظلم وبتجرح وبتضغط، فالناس خلاص في 7 ابراج طاقتهم هتخلص ومش هيبقوا متحملين وهياخدوا القرار. مين هم 7 ابراج؟ طيب من غير زعل ويتقدروا الصراحه، لان بلاش يعني في اول برج هو برج الجوزاء. برج اكتبوا قلم ورقه يا استاذه. جوزاء الجوزاء انا بعتبر ان احنا بنقول كده ان الجوزاء كان داخل في علاقه مرقصه على السلم، مش معرفه راسه من رجله، احنا معاك ولا مش معاك، احنا حبايب ولا احنا مش حبايب، فبدا يفقد صبره ويزهق، عايز يعرف راسه من رجله. فممكن صبره يتقطع و الجوزاء هيسيب مين الابراج اللي هيسيبها؟ الجوزاء ياخد باله بقى من الجدي والحوت. يعني الجدي والحوت هما مرشحين في الجوزاء ياخد باله، ما يصعدش مش لو هو باقي بقى على العلاقه ومش عايز يقطع العلاقه السامه دي، ما يصعدش علاقات معاهم لان علاقته حرجه بالجدي والحوت. طيب بعد كده يعني الجوزاء علاقه حرجه مع الجدي والحوت. ولو اتقطعت علاقه اي حد مرتبط من الجوزائيين بجدي او حوت مش عايز يقطع العلاقه، يبقى الاربع شهور اللي جايين بقى يتنازل بالظبط ويصمت. مولود الثور تاني حاجه، مولود الثور مولود مواليد الثور معظم مواليد الثور يعني كانوا في علاقه اللي بيتسمى عليها علاقه سريه او علاقه ثلاثيه او مش معلنه. اللي من مواليد الثور اللي داخلين في علاقه ثلاثيه او علاقه في السر ممكن يزهقوا من العلاقه دي، ادتهم وعود ما وفتش بالعود، العلاقه دي ما بقتش بتدي خلاص، فممكن مولود الثور يبتدي يتمرد على العلاقه السريه او الثلاثيه. احنا بنتكلم هنا على ستات او رجاله ستات او لا الاثنين. اوكي ست او احنا عندنا جوزاء ثم ثور مولود الثور. طيب اورانوس طبعا هيتراجع بشكل مفاجئ في الثور فهيخليهم يقطعوا العلاقات مع مين بشكل الثور مع ياخد باله من الميزان والاسد. الميزان والاسد. طيب والاسد البرج الثالث. البرج الثالث هو القوس. القوس دخل حياته في السنين الاخيره علاقات غير مدروسه، عشوائيه بسرعه وبشكل عشوائي كده، والله واما دخلها من غير ما يدرسها وتشوف اذا كانت مناسبه له ولا لا. فمولود القوس من الناس اللي ممكن تقطع علاقات، ياخد باله من علاقاته مع السرطان والعذراء. سرطان وعذراء قوس وخصوصا القوس اللي دخلوا في حياتهم علاقه بسرعه كده ما درسوهاش، الله وقاموا العلاقات. بس انا ما بتكلمش على الناس يا جماعه اللي ما بينهم اولاد ومستقرين، احنا بنتكلم على العلاقات اللي القوس دخلها في حياته في السنين الاخيره وما كانتش مدروسه. يبقى دي اللي هو علاقات الحب. بس الناس اللي عندهم بيوت مستقره ما يلاقوش، او الجواز اللي هو لسه متجوزين او الجواز في السر وما كانوش مفكرين فيها. العقرب. العقرب مولود العقرب هيسيب مين؟ اختي. امتى هيسيب علاقه سحبت من طاقته او علاقه مست كرامته، كرامه العقرب ما حدش يمسها، او دخلت كده قللت من قيمته. فالعقرب كان صابر على علاقه ممكن تكون السنين اللي فاتت قللت من قيمته او سحبت من طاقته شويه او هانته او اجهدته. يعني ايه سحبت من طاقته؟ يعني اجهدته يعني خلص. يعني عارفه اللي هو على طول معصباه وعلى طول موتراه وعلى طول ما بتخليهوش ينام وعلى طول داخله معاه في خناقه، خلاص ما عندوش طاقه، قعدت تسحب من طاقته فخلاص بدا ايه يزهق منها. او تكون هانت كرامته او قللت من قيمته. العقرب هنا العقرب بالظبط زي ما انت قلت. برافو عليك يا سهير. فاي علاقه مؤخرا بدات تقلل من قيمه العقرب، تثير غيرته بزياده، يعني تخنقه، هيبتدي مين بقى يعني من العقرب باحث عن الحريه. القوس والجوزاء والحمل. القوس والجوزاء والحمل. القوس والجوزاء والحمل. يبقى القوس والجوزاء والحمل والثلاث ابراج دول لو لمسوا كرامته
او قللوا من قيمته هيتخلص منها الاربع شهور اللي بقى. انتبهوا يعني الابراج اللي لا مساس لكرامتها وما جيش ناحيتها خالص. العذراء ده انا العذراء. بصي بقى يا العذراء هيسيب مين؟ هقول لك بقى العذراء العلاقات اللي كان داخل فيها العذراء وبدات مع الوقت تفقد قيمتها. رونقها. علاقه معينه كانت بتدي لك قيمه او معنى او حاجه معينه وبدات الحاجات اللي كانت بتديها لك بقيت تديها. انت كنت مثلا بتديني حاجه معينه الحاجه دي انت بقيت تديها. فقدان البريق يعني. وحاجه البريق. كمان العذراء هو اصلا بطبعه منتقد فهو ممكن يكون دخل في علاقه هي اللي بتنتقده وهي اللي بتضغط عليه وهي اللي بدات بدل ما هو اللي بيقوم بدور لا ده انت اللي بتلعب الدور ده عليا فهيلاقي نفسه طب وانا باخد منك ايه؟ هيلاقي نفسه خارج وعلاقه الملعب. بعد ما كانت هي اللي بتسند العذراء لقى نفسه ده هو اللي بيسندها. يعني علاقه انا اللي كنت بدور انت كنت بتسندني لا ده انا اللي بقيت اسندك فهيبتدي يفكر بالعقل هو اصلا العذراء بيفكر يعني بالعقل هيلاقي ان استفادته من العلاقه ما بقت لهاش انا سند قيمة. عليك ده هيخرج من انا سند عليك مش عايزه انا سند بالظبط. ايه العلاقات الحمل والقوس حمل والقوس برجين ناريين يعني العذراء مع الحمل ياخد باله هيسيب الحمل والقوس ما يصعد لو هو باقي عليهم يحاول لا انا العذراء ما بيبقاش على حد اللي هيقرفنا ياخد بابه ما انا بقول لك لو طبعا العذرائيين اللي بيتفرجوا علينا لو العلاقه مع الحمل والقوس او اي حد تاني انا بقول هو بصفه عامه بس بركز في الاثنين دول لو تفرق معاك وحاول تجيب ورا تتنازل يعني خليك مرن اهدى خلاص لو انت باقي على العلاقه خليك على الهادي مفيش سرطان الجدي الجدي. مولود الجدي هيكون حاسم جدا في قرار قطع العلاقه ومش هيسمح بالمفاوضات يعني اللي هو طب لا نخلينا لا هيكون حاسم وحاد وعلاقه كانت بيحاسب عليها بقاله فتره عارفه انت لدرجه الحسبانه لانها علاقه ظلمته فعايز يخسرها خسرتها ظلمته فالظلم اللي وقع على الجدي والحسبانه اللي كان بيحاسبينها الشهور اللي فاتت ان لم يكن قطع اوريدي فهو هيقطع في البيت مع مين بقى الجدي هيقطع الجدي مع التور والعذراء تور وعذراء تور انا اعرف مين جدي اصلا بعدين انا ما حدش يقدر يقطع معايا سوري لا يا جماعه سوري لا مع الجوزاء الجدي. والميزان انا اسفه يا جماعه لا اصل انا دخلت في عيني جابت الدرجه إيه؟ الجدي مع الجوزاء والميزان يا جماعه الجوزاء والميزان ياخد باله في علاقاته ما يصعدهاش مع الجوزاء والميزان اخر برج معانا هيقطع علاقات في الاربع شهور الباقيين الحمل علاقه بقى لها سنين في حياته كان بيعافر ويلاقي اعذار ليها كان بيقعد يقول لا اصل كذا وبيلاقي لهم اعذار وبيخلق اعذار لا طاقه الحمل العلاقه دي كانت بتدعمه وهو بيدعمها يعني كانت بينج بونج راحه جايه انا بدعم شويه وهو بيدعم شويه انا بدعم شويه فبدا الحمل طاقته تخلص كان صابر عليها بيلاقي لها اعذار بينصح وبيدادي وبيطبطب وصابر علشان العلاقه دي كانت بتدي له حاجه اولاد بينهم بقى عشره عيش وملح استفاده ماليه الحمل كان صابر لاستفاده ما من العلاقه الحمل منتقد ومندفع وغضوب وعنيف مندفع متهور بس هو مش يعني مش من الناس اللي بتسيب بسهوله تمام ومش بترمي الفوطه بسهوله هيسيب مين بقى هم عشان كده عيني جت غلط هيسيب حد من التور او العذراء او الجدي تور عذراء جدي حد من الحمل طاقته خلصت بخصوص الثلاث ابراج دول تحذير يا ريت يا جماعه احنا بنقول دي طبعا تحذير احنا مش بنخوف الناس بس الناس اللي لسه باقي على علاقه من السبعه اللي احنا قلناهم حاولوا تفكروا تاني وتهدوا وتهدوا الريتم شويه لو انتوا باقيين على علاقه تاخدوا خطوه لان الورا. ليه قلنا الابراج دي لان الكواكب قاعده لهم في حته يا اما بتقويهم جدا بتقويهم الكوكب ده داخلك بيقويك وبيدي لك اندفاع وتهور فانت هيخلص لك طاقتك فمواقع الكواكب هتخلي الابراج دي اللي كانت صابره لا صبرها بيقل اللي ما كانتش ضغط عليها لا بتضغط اللي هي كل يوم ايه تصحى من النوم كده الصبح ايه يا فتحي عليم يا رزاق كريم انا هو ما اتصلش هو كتب لي كومنت هو تجاهل فهتلاقي نفسك الكوكب مخليكي بتكبري لقيتي نفسك انت باقيه على العلاقه ما تستجيبوش لطاقات الكوكب بقيه الابراج بقى مثلا السرطان ما جبناش صغير السرطان وال مين الخمس ابراج هقول لك مين اللي بيعرفوا يتخلصوا من العلاقات عندنا سرطان وعندنا اسد السرطان من 2019 بيفلتر لما انا عايزه اقول لك حاجه ما هنا السرطان كدباس السرطان من 2019 من الابراج اللي كان فيه تربيعات معينه كانت بتفلتر مش هتيجي النهارده وتفلتر انت يا سرطان 2019 2020 2021 السرطان ده خلى كتير حصلت انفصالات وطلقات كتير لمواليد السرطان وخصوصا 2020 و2021 معظم مواليد السرطان هيكتبوا معانا دلوقتي
دلوقتي فعلا معظم حالات الطلاق جت عند السرطان من اواخر 19 و20 و21 اللي لسه ما انفصلش هيكمل فلتره، بس انا ما قلتوش لانه اوريدي مش محتاج، هو بيفلتر. طب والاسد انت بتقولي في الاسد؟ طب الاسد الحوت الاربع شهور، لان الاسد من الناس اللي فلترت برضو خلاص. الناس كتير من الاسد. لا الحوت لا ما عندوش فلتره لا ولا لا 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 لا, لا, لا الحوت باقي دماغ يعني الحوت قاعد. طب احنا قلنا كمان ان احنا عندنا مين الابراج اللي ما تصلحش للجواز، اللي هم امراه واحده لا تكفي، يعني علاقه واحده لا تكفي. طيب احنا عايزين نفرق ما بين حاجه علاقه واحده لا حلوه. في ابراج ما تصلحش للجوزاء وفي رجاله عينيها صايغه، نقول مين اللي لا؟ خلي عينين زيغه الاول طبعا. بس على فكره العينين الزيغه دول يصلحوا للجواز. ايوه انا عارف، بس فدول حاجه ودول حاجه. ممكن لما يتجوزوا هنخلي سؤال تاني، مين اللي من الابراج ماشيه بكونسبت البحر يحب الكميه؟ ده راجل بقى العينين زيغه دول مش ستات. مش ستات احنا غالبا. لا الستات احنا هنمشي في مين من الابراج اللي نحط له مثل البحر يحب الكميه. اول برج عينه زيغه ومحدش يزعل. بس هقول لك حاجه، البرج اللي انا هقوله او الابراج اللي هقولها عينيها زيغه، مطلوب من زوجاتهم يكونوا مش غيورين، ما يكونوش شكاكين، يكونوا تقال كده، وتبقى عارفه ان جوزها عينه زيغه ومطنش، بس مش هيتجوز. ما ينفعش معاهم. خدتي يا بنتي نكتب عشان اصحابي هيسالوني. يعني اي راجل عينه زيغه من اللي هنقولهم ما ينفعش. زوجه عايز زوجه حكيمه. لو زوجته غيوره، لو زوجته غيوره فين قلمك؟ وديتيه فين قلمي؟ فوق مع ربنا. لو زوجته غيوره هتبقى مشكله. مين بقى اول واحد؟ القوس. القوس ابراج عشان منطلق ومحب للحياه وناري، والجابتر بقى بيحكمه، فمديله رفاهيه ومديله فلوس ومديله حاجات حلوه كده. ف يبقى لو انت متجوزه برج القوس او عارفه حد من القوس لازم تكونيش غيوره خالص، وخليكي حكيمه. أوعي. أوعي. بتحب حد من القوس. عينه زايغه بس ما بيفرطش في بيته، وباقي على بيته قوي الجوزاء. جوزاء عينه زايغه جوزاء. خلاص انت يا راجل الجوزاء بتحب الجمال وبتحب الستات ماشي بالراجل، وعندك تقعدي كده مع راجل الجوزاء تلاقي لسانه بينقط عسل. انت جميله وانت قمر ومدح واطراء، ودي يحسسك انك ملكه. بس هو محافظ على بيته بس. كتر خيره. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان الرجاله اللي عينها زيغه بتهد بيتها. في هقوله، بس انا دلوقتي مع الرجاله اللي عينها زيغه وبتهدش بيتها. مين بيته؟ الابراج اللي عينها زيغه بجد رجاله يعني. الرجاله القوس والجوزاء، بس الجوزاء مش هيبقى الاسد. الاسد اي تهم مربوطه تعجب الاسد جدا. الاسد طبعا عنده، هو كاريزماتيك كده وعنده وملك الغابه. وملك يعني الغابه، والشمس الحاكم برجه مدياله طاقه كده. رجاله وستات على فكره، واناقه وشياكه. ست الاسد بنتي. ورجل الاسد تحسي كده ان الشمس بتطلع منه. خلاص عندهم حضور خاص. طيب رجل الاسد بقى عينه زيغه، بيحب الستات بصراحه، بيحب الجمال، بيحب الست الشيك، بيحب الست الانيقه، فعينه زيغه. وممكن بس على فكره ممكن نقول انا قلت الجوزاء ما يفرطش. انت قلتي القوس ما يفرطش. القوس ما يفرطش، لكن انت قلتي الاسد ممكن يفرط. الأسد ممكن. يعني ممكن يجمع للاسف. طب ايه اللي بعد الاسد؟ العقرب. العقرب عينه زيغه وما يفرطش. يعني العقرب بس هقول لك يفرط فيته امتى؟ زي ما قلنا لو الست بقى اللي في البيت دي نكديه وبدات تهين او متقلل من قيمته او تقرب من كرامته، لا ده يتخلى عنها وعن اي حد خالص. العقرب عنده ولا بيتي ولا مليون بيت، ما تقربيش مني العقرب. انا ومن بعد الطوفان. العقرب من الابراج اللي هي والاسد طبعا، بس العقرب يوازي الاسد. الاسد والعقرب من الاثنين اللي والجدي، ما حدش يقرب من قيمتهم وهيبتهم. الهاله اللي هم عاملين، يعني احنا عندنا قوس وجوزاء والثلاثه دول اتراكتف جدا. الثلاثه بيموتوا في الستات. عينهم زايغه خلاص. العقرب ده الغامض بسلامته كده. بس انت قلت ان العقرب ما يفرطش الا اذا بقى قربنا من الحته اللي قلتها. بس تقول لك واديه تقيل. واديه تقيل بسلامته. الرجل اللي هو عارف حسين فهمي في الرجل الغامض بسلامته. انت قلت كمان ان هو عميق، عميق وتقيل بالظبط، وعينه زايغه. وعنده زي بصي يحب الستات قوي العقرب طبعا. يتحب على فكره. رجل عقرب يعشق الستات على فكره، يعشق الستات.
الستات، وهم طبعا اللي بيتفرجوا او اللي معانا هنا عربي. في راجل يعشق الستات، الراجل الطبيعي زيها. الراجل الطبيعي هو بيعشق الستات. لا بس لا والله، في حد مكتفي جدا، في حد مكتفي جدا. مش كنتي بتقولي الصبح على الترابيزه؟ أيوة. اللي في رجاله مثلي السوسوه والنونوه وان هم بيموتوا في مراتاتهم. ده مش معناه ان هو خاين، في رجاله ساده في الوفاء بس بيحبوا بعمق. ليه وهو راجل لما راجل بيبقى راجل بيحب الستات بيحب ده الراجل ده مش هيروح يعبر عن مش كل الابراج بتتشد للجمال. الميزان يحب الجمال لان كوكبه الحكيم فينوس. الثور يحب الجمال. يعني عايزه اقول لك في ابراج تحب الجمال مش كله. في راجل بيتشد لعقليه الست لذكائها لمظهرها. مش مين كله بقى الابراج اللي خلينا بس نقول اخر راجل بقى عينه زايره دلوقتي. احنا قلنا جوز قوس وجوزاء واسد وعقرب. الميزان برج هوائي طاير كده ولازم يبقى في حياته الميزان اتنين. الميزان بقى ست. لا بصي عينه هو بيحب الجمال. اي ست جميله دخلت في القعده انا بحب. الميزان عاشق للجمال. الجمال في المنظر، الجمال في الطبيعه، الجمال في الست، فحبه للجمال طبعا ذوق يعني. كوكبه الحاكم هو فينوس، فحبه للجمال بيخلي عينه زايغه، لكن مش بالضروره ان هو يسيب بيته خالص. لكن انا عشقي للجمال، الست الحلوه، المكان الحلو، الورده الحلوه، فعينه بتعرف تخاطب الجمال. طيب هو بتقول لك محمد فاضل واضح ان هو اسد. بيقول لك الاسد بيحب الجمال. وانا قلت خلاص اللي عينيهم زايغه. انا خلاص قلت اللي عينيهم زايغه. طيب مين بقى اللي لا يصلحوا للزواج؟ هلا بتقول لك انا عقرب وهو اسد. مين اللي لا يصلحوا للزواج؟ خلاص احنا كده قلنا اللي عينيهم زايغه. وقلنا احنا ولا نقول اللي يصلحوا للزواج الاول؟ يعني الست لما تدخل عايزه تختار زوج نقول اللي يصلحوا؟ هو احنا كان عندنا ايه اوبشن تاني؟ لا اللي احنا كان عندنا اللي لا يصلحوا واللي يصلحوا. لا قولي اللي لا يصلحوا الاول. نبتدي نبتدي احنا الحلقه قاعدين ندي سلبيات. سلبيات طب ما نقولي الرجاله اللي تصلح. مين من الابراج اللي تصلح؟ اللي لو مين من الابراج اللي عينه زايغه هنقول بقى ايه اللي تصلح. اللي لو واحده داخله عايزه يعني لسه تتجوز وحياه زوجيه جديده، انا شايفه ان رجل العذراء رجل العذراء من الرجاله اللي بتتحمل المسؤوليه وبتوفي بالوعود. و دلوقتي هنقول يصلح ولا لا يصلحوا؟ ما احنا رجعنا قلنا اللي يصلحوا بقى. راجل كده انت داخله تسالي الاول انت برجك ايه؟ لو طلع عذراء قولي عذراء اطمني. راجل العذراء جميل على فكره وما بيعرضش ما بيعرضش علاقته للخطر. تمام. يعني ما يسيبش حاجه تهدد بيته، ما يعرضش نفسه للنزوات. رجل العذراء ترابي واقعي ملتزم ويشوف بيته احتياجات بيته. فمن الرجاله لو تقدم لك واحد عذراء وافقي. تاني واحد الدلو. رجل الدلو لو تقدم لك واحد دلو اقبليه، بس هو ما قبل الزواج شقي جدا بعد ونزوات وسهر وخروج. اتجوز لا خلاص هينسى بقى نزواته وهيقفل الدفاتر وهيقفل الصفحات وهيلتزم تجاه ولاده. يحب ولاده جدا الدلو ويأمن مستقبلهم، فعلشان ولاده يقدر يحافظ على البيت عشان خاطر عيون دول ولاده. دول الابراج التي تصلح للزواج. والحوت دلو وحوت. ثالث واحد راجل اللي هو تختاري لما تقاري الزواج، الراجل مخلص متعلق بالبيت. الحوت والبيت يحب بيته جدا حوت. جدا. لكن في حاجه انا عايزه بس انبهها للحوت، خلوا بالكم راجل الحوت بعد الخمسين بيتعرض من اكتر الابراج اللي بتتعرض للميدل ايج كرايسيس مراهقه. هي ازمه منتصف العمر ما بعد الخمسين. راجل الحوت تحديدا نبتون الحاكم لبرجه بيخليه ايه محمود بتقول لك العذراء لا يصلح للزواج. لا يصلح للزواج. لا يصلح. هو انت اللي حظك مش حلو. بعد كده رابع واحد يصلح للزواج هو الثور، لانه الثور قيادي وبيتحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا. محمد الجزلي بيقول لك بيرد على مراته على جروب بيقول لها يا مفيده اساليها كده انا ميزان بذمتها انا عيني زايغه. طيب يا مفيدة ده جوزي. ده جوزك. بيقولي انا جوزها على فكرة. ما هو ميزان وعينه زايغة. انا اكتشفت ان انا قريت ده هما بيبعتوا لبعض. طيب جوزك عينه زايغة. بتقول لك انت عينك زايغة. طب بمناسبة الميزان عينيهم زايغة. هو بيحب الجمال. الميزان بيحب الجمال والله. طب بمناسبة الميزان سوزان عبده بتقول ابني ميزان وعايزه اطمن عليه من جهه العمل. العمل الميزان عندهم ترقيه، عندهم علاوه، عندهم منصب حلو، حلو قوي على فكره من جهه العمل. عنده منصب اعلى هيترقى. عنده ترقيه فتطمن جدا على الميزان من جهه العمل. يبقى احنا كده قلنا الاربعه اللي بيصلحوا للزواج عذراء دلو وتور. طب اللي لا يصلحوا بقى. ولما بنيجي نقول لا يصلحوا مش اي واحده يتقدم لها الابراج دي تقول له لا مع السلامه. لا يعني احنا بنحاول ننتبه بس. هتقول لنا طريقه التعامل ازاي؟ هنقول القوس لو زوجتك متفهمه ومش غيوره يعني متماسكه كده وعارفه نزواتك يا قوس وفاهمه وعاقله فانت تصلح للجواز. لو انت متجوز واحده غيوره ما انت لا تصلح للجواز. لا وانتوا الاثنين مش هتصلحوا مع بعض. لا مش انت لا يعني تصلح القوس
يعني الصيغه مش هتمشي. وعلى فكره اقعدي كده مع اي راجل قصي يقول لك انا بحب الجمل او بحب الستات، على فكره بيعترفوا. انا عايز اعرف مين من اصحابي قوس عشان اروح وتلاقي مراتاتهم على فكره بيعانوا معاهم جدا. ايه غير القوس؟ تاني واحد الاسد، حبه للستات ونزواته طبعا واحساسه بنفسه بتخليه حتى زواجه مش بيطول. يعني معظم الاسد ممكن تلاقي رجاله الاسد بتتطلق كتير لان مراتاتهم مش بتتحمل، يمكن ربنا يكرمه بواحده عاقله مش بتتحمل حبهم للستات، في ستات فبتلاقي دايما الاسد بيتجوز اكتر من مره. مش كلهم برضه. ايه بعد كده؟ السرطان، رجل السرطان تعلقه بمامته. ايوه السرطان وتعلقه تعلق وعايز دايما ست شبه الام وتبقى مامته مش مراته. السرطان سرطان يعني انت مش هتقدر، انت مش هتتجوز مامتك، انت لازم تفهم ان دي زوجه. فطلباته ان انت عايز ماما. فالست اللي هتتجوز راجل سرطان يبقى فاهمه الشخصيه. قوس واسد وسرطان. عندك ايه تاني؟ والاسد والسرطان هم دول الابراج اللي يعني في الجواز لو الزوجه ما تفهمتش يبقى انتوا ما تتجوزوش. بقيه الابراج اللي ما اتقالتش تمام ممكن تمام، لكن دول الثلاثه اللي لا يصلحوا. واحنا قلنا الاربعه الاكثر. طب انا عندي بس سؤال داليا اسماعيل عشان ده قايلاه من بدري قوي كاتباه على اول ما نزلنا ان انت معانا وانا وعدتها ان انا هقول. ناس كتير طبعا وعدتهم اعذروني عشان الوقت. بتقول انا برج الثور، ضروري جدا تقولوا لي ست والحمل راجل، احنا متجوزين والدنيا بايظه خالص في كل حاجه، هي ثور وهو حمل. طب احنا لسه بنقول دلوقتي خليها تاخد بالها لان احنا قلنا الثور والحمل من الناس اللي هتقطع علاقات سامه في حياتها. يا ساتر يا رب. فهي ثور من الناس اللي هتقطع علاقات سامه وهو حمل هيقطع علاقات سامه، فتخلي بالها الدنيا بايظه فعلا، لازم هتكون بايظه لان الثور المريخ لسه طالع من عنده وعنده الكواكب لسه. حتى عصام بكريكه قال لي انا ثور وقلت له انا عارفه الوضع. الثور يتحمله الفتره دي، المشهد الفلكي ضاغط ان شاء الله مع 20 23 هتبقى حلوه. يعني كمان 14 يحاولوا يعني يحتمل الاربع شهور. التور مشهد الفلك اللي عندك ضاغط في علاقاتك، لو انت عايز علاقاتك تستمر اتفرج ولا تاخد قرار ولا تصعد مشاكل، لان انت هتندم بعد الاربع شهور وتقول انا ليه ما مسكتش نفسي. وليد التور يصبروا، المشهد ده مش هيطول كتير، ده بالحال من المحال. تمام، والازمه هتعدي. بنحبك ونشوفك الاسبوع اللي جاي. وسعيدنا بمعلوماتك القيمه وعلى فكره كلامك بتقرا كويس هي في الموضوع. اشكرك يا هلا، ميرسي جدا سهير. ميرسي هلا، ساعتين ونورتي. السبت الجاي ونشوفكم كلكم السبت الجاي ان شاء الله في الستات على النهار، ومفيش اجازه.